وسخه موسخه موسخه. ما انا اهبلت في اكثر من المصايب اللي قلناها. قبضوا على خطيبك يا عروسه. ابن حميده؟ ابن حميده تاجر الحشيش. يا نفسك ما تفوتينيش ياما، تفنيني في تربه وحنطيني. يا عيني عليكي وعلى بختك يا اختي يلي ما فيش جوازه ليكي بتتم من الاخر ابدا. عن مين وصابت فيا ياما؟ اخرتي كانت وحشه كده ليه يا اخواتي؟ برضو قال انت وقعت ولا الهوى اللي رماك؟ والله يا ابني ما انا شايف ابنك. مرحب مرحب، حصلت البركة. الله يبارك فيك، ازيك؟ الله يسلمك، وحشني موت موت موت. ان شاء الله ما تشوفش وحش. ما شوفش وحش، ما انا شفتك اهو. المخدرات اللي في المنديل دي بتتاجر فيها ولا بتستعطاها؟ معلش نبال، حقك عليا. سمح نبال. انت عارف عقوبتها كام دي يا حلو؟ كام؟ 25 سنة يا جميل، ربع قرن يا رفضي. وانت يا واد يا هنفوت، انت شريكه ولا هتدعي الانكار؟ يا شاويش، القضية دي جناية ولازم تعرضها على المأمور في الحال. مأمور؟ هو المأمور فاضي عشانك انت يا هلفوت يا ابني الهلفوتي؟ امال ايه رأيك ايه؟ رأيي انكم تشربوا في السجن تحدي صباحا لما يجي حضرة المأمور. جرهم يا عسكري على السجن. يلا قدامي. وتوصى بأخينا ده عشان معرفة قديمة. حاضر. هي من أيام الجيش. قول. والله وقعت يا ولد. خش. وانت كمان. فين؟ السلام عليكم يا رجاله. اهلا وسهلا. مساء الخير. اسمع أنا عايز أعرف إيه اللي جاب لك حتة الحشيش دي؟ والله علم علمك، لكن أنا دلوقتي صدقت المثل اللي بيقول ياما في الحبس مظاليم. والبنات هيقولوا علينا إيه دلوقتي؟ يقولوا علينا إيه؟ حشاشين. عزيزه اللي ربنا نجاها منك يا حشاش. انت حشاش؟ مين قالك الكلام ده؟ الباز افندي قال لنا على كل حاجه. الباز افندي؟ ايه مش عاجبك؟ على الاقل راجل شريف مش زيك حشاش. فاكر لما دخلت ورايا الاوضه وقعدت تكلمني؟ اتمنيت ساعتها انك تتجوزني بدل الباز. كنت مغشوشه فيك وفاكره نفسي ان انا بحبك. وبعد ما خرجت قعدت اعيط لوحدي في الاوضه زي المجنونه. انما دلوقتي انا بقيت اسعد انسان في الدنيا، لاني سمعتك بتقولي بلسانك انك بتحبيني. كنت. ودلوقتي بس حسيت بالسجن والقضبان دول، لان لولاهم كنت بوست شفايفك الحلوين اللي سمعت منهم اجمل كلام في حياتي. عزيزه. وقف، وانا بتوطي علشان اشوف ابن حميدو انا كمان. الله. ايه؟ مفيش فايده، انا مش هشوفك؟ ابن حميدو. ايوه حميده، ما تنزل بقى سروميو. يا نهار اسود، انت ايه واكل زلط؟ ايدك بقى هتدور عليك انت يا عم، اعملها لي كده. اخينا هتغيب كتير يا ابن حميدو. والله اذا كان حظي كويس هغيب 15 سنه بس. ما تقلقيش يا حميده، اذا غبت ما تخافيش جاي لك. ما تعرفش تهرب يا ابن حميدو. يا نهار اسود، عيب يا حميدة، ده أنا راجل مواطن شريف وشرفك عندي. أنا مواطن شريف. الوداع يا مواطن. جود باي يا شريف. السلامة يا حميدة. انقذ
ايه ده مين اللي بيخبط؟ ايه يا صباحية مباركة يا ابن العبيطة. الله يبارك فيك. عقبال عندك يا شاويش. عقبال عندي يا اخي. اخرس ده قطع لسانك قليل الادب. فوت قدامي يا مجرم انت وهو. فوت فوت اطلع. ساطلع. اطلع. احنا رايحين على فين يا شاويش؟ رايحين فين؟ رايحين لحضرة المأمور ثم إلى النيابة ثم إلى المحكمة ثم إلى السجن 25 سنة. إذا كانت أخلاقك كويسة يبقوا 20 بس، أما إذا كانت أخلاقك زي صاحبنا ده يمكن يعدموه. واقف ليه يا حيوان؟ مستني بقية ثم. امشي قدامي. ادخل. المتهمين في قضية المخدرات يا فندم. لو سمحت يا فندم في حاجة مهمة لازم أقولها. اتفضل. أيوة بس الشاويش يطلع برا. يطلع برا ليه؟ قول اللي أنت عايزه. اتفضل. اتفضل استريح حضرة الضابط. متشكر. اقعد يا حضرة الصول. صول. صابت صابت. قهوة قهوة مشاويش عطية. حاضر يا فندم. تجيب القهوة بنفسك ومش عايز حد يدخل هنا. حاضر يا فندم. ازاي الكلام ده؟ ملازم أول حسن محمود وصول حميد السيد. ازاي تفضلوا ساكتين لغاية ما تباتوا في السجن؟ أصل احنا في مأمورية سرية وما كناش عايزين حد يعرف غير سيادتك. وعلى العموم حبسنا ده هيساعدنا في مأموريتك. عندك حق. أنا حالتي بالحكاية كأن البوليس ما خدش باله من حكاية الحشيش وإن حجزكم كان لعدم وجود أوراق شخصية ونفرج عنكم بالضمان الشخصي. كويس متشكر يا فندم. بس ممكن الباز السمسار هو اللي يضمننا. اشمعنى الباز يعني؟ لانه كان عارف انه معانا حشيش، فلو حضر الاجراءات مش هيشك ابدا في طريقه الافراج عننا. لا معلش هنشربها عندك يا شاويش. امرك يا فندم. وابعت عند الباز السمسار يضمن عليهم وافرج عنه. حاضر. شاويش عطية. نعم. الكلام اللي سمعته هنا مش عايز حد يعرفه ابدا. حرف. حتى ولا الضباط. حرف. مفهوم؟ حاسس يا شاويش. خير خير. سيبك روح ناخد رتورك. حاضر حاضر. احنا متشكرين خالص يا حضرة المأمور. مع السلامة، وأي مساعدة تطلبوها اتصلوا بي على طول. ربنا يوفقكم. ابعت الفراش ينظف الدواء دي. حاضر. سماح المرة دي يا حضرة السود اللي ما يعرفك يهلك. معلش يا سماح. سامحني؟ ده أنا مبسوط منك لأنك قمت بالواجب بتاعك وزيادة كمان. بتضحك يا ابن العبيطة؟ العفو العفو. عفو مني يا رفضي يا ابن الرفضي. بس يا حميدو خلينا نخلص شغلنا. الله يخليك يا حضرة الضابط. اتفضل يا حضرة الضابط. اتفضل يا حضرة الصول. اتفضل. لا 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 خلينا زي ما احنا. احنا اتنين متشردين بتعمل لهم محضر تحري. اوعى تغير معاملتك لينا والا يبوظ الشغل كله. حاضر يا فندم. حاضر. بلاش يا فندم دي. حاضر يا فندم. ابعد. ما بلاش يا فندم دي. اسمع يا شاويش عطية. نعم. الباز افندي جاي هنا دلوقتي. ايوه فندم. تمشي في اجراءاتك قدامه بالظبط كاننا اتنين متشردين واقفين قدامك. حاضر يا فندم. يا شاويش انت ما بتفهمش. بلاش يا فندم. طيب يا مجرم. برافو اهو ده الشغل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. صباح الخير يا شاويشنا. صباح الخير يا باز افندي. ايه خير في ايه؟ الولدين المتشردين دول قبضنا عليهم وما لقيناش معاهم بطاقات شخصيه. وعاوزين حضرتك تضمن عليهم. بطاقات شخصية بس؟ امال كنت فاكر ايه؟ لا 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 ابدا ولا حاجة. يا سلام ده انا اضمنكم بعينيا الاثنين. انت تعرف الاوباش دول منين يا باز افندي؟ والله دول فيهم واحد عديلي انا. مش كده يا ابن حميدو؟
انا ليا الشرف يا باز افندي. بتضحك قدامي يا رفضي. الله الله الله، انت هتقف كويس ولا استعمل لك الجزمه الميري يا متشرد يا ابن المتشرد؟ يا سيدي كتر خيرك، متشكرين. تسمح لنا نروح بقى؟ نروح ليه؟ في بيت ابوك اظن. ده انت لسه قدامكم اجراءات وفيش وتشبيه ونيله سودا على دماغك ودماغ اللي خلفتك. طبعا اذنكم بقى لغايه ما تكملوا اجراءات القانونيه بتاعتكم، انا هروح البيت ابشر الجماعه واجيب المأذون انا. ده انا مش هسيبك الا لما اشرب من دمك. وبعدين معاك يا ابن حميد، واحنا جايين هنا نهزر ولا ايه؟ الله يخليك يا حضره الضابط، انا متاسف للي حصل والله. بالعكس، انت كان لازم تعمل كده قدام الباز واي واحد يخش علينا. متشكر يا حضره الضابط، بس ما احبش حضره الصول يكون زعلان مني. انا غلطان يا حضره الصول، انا متاسف. اعمل معروف، انا هخرب بيتك وبيت اللي خلفوه. تعرف لو اشوف خلقتك قدامي تاني مره هشلططها لك. انت صاحي مش شلططها، انت لسه واقف قدامي يا صنم يا ابن الصنم يا بجن يا ابن البجن. امشي طبعا. الله. امشي. امال هو انا ليا بركه غير الست حميده؟ الهي يسعدك يا جوز اختي. ما كانش حد يعرف يخلصهم ابدا غيري انا. انا امال كلك شهامه يا باز افندي. وعلشان خاطر عزيزه كمان تكون مبسوطه، ذنبها ايه؟ هو يعني عشان خاطر خطيب اختها كان هيخش السجن، ومن المسكينه تنحرم مني انا؟ هلو حبيبي العمر، قصه حبي انت حبيبي، ارحم دموعي. يا ولية حرام عليك، ده انا لسه خارج من كاس العزاء. سلامتك يا قمر. احنا متشكرين خالص يا باز افندي. العفو يا اخي، العفو العفو العفو. انا عملت كده بس علشان خاطر الزوزه وخطيبتي. ربنا يتمم بخير يا باز افندي. هيتمم، بس من هنا ورايح بقى لازم تمشوا بعقل. افرض يا اخي المره الجايه انا مش موجود، يبقى مين رايح يخلصكم؟ لا عندك حق، مفهوم. الغرض حندلني على سلامتكم. وقدر ولطف يا سي حسن. انا من بكره الصبح هنتشل النورمان تو تو. لكن هتعرف تطلعها يا ريس حنفي؟ حتما لازم اطلعها. دي لو حكمت هجيب لها جنرال هويلا. ولا يكون عندك فكر. وانا لكم عليا من يوم الخميس هتلاقوا المأذون جاهز ويخش سيدنا على ستنا وستنا على سيدنا. الله عزيزه وزه. اهلا ست نتانيا. مرحبا ست الحسن واللطافة. اهلا يا ريس حنفي. الله، مش انتوا اللي مسكوا البوليس امبارح؟ ايوه، اصل ما كانش معانا بطاقة شخصية. ازاي؟ دول قالوا عليكم تجار مخدرات. مخدرات؟ يقول الجدع اللي يثبت. تعجب. ها يا ريس حنفي. انا في الخدمة يا جميل. الجماعة جايين بكرة بدري. انت ما قلتلوش يا باز افندي؟ والله كنت لسه هقول له، انما بقى يظهر الفرحه نستني. الصبح حضر نفسك بدري، هفوت عليك اخدك. من نجمه جاهز تحت امري. تروح فين يا ريس حنفي؟ انت نسيت النورماندي ولا ايه؟ ايوه الله صحيح، بس مش معقول اسيب الناس دول وانا بطلع منهم بقرشين كويسين. ناس مين دول يا ريس حنفي؟ جماعه من مصر اصحاب الست لتانيا، بيجوا يصطادوا على الساحل. طب هما محتاجينك في ايه؟ ما يسلمش الامر، انا اقول لهم شويه ميه شويه تلج، وكمان عشان احرسهم لان الحته دي مقطوعه. عادي، طيب ما تقعد انت والريس ويلر تطلعوا لنا النورماندي، واروح انا وحميد وبدالك نخدمهم. موافقه يا ست لتانيا، انا اضمنهم برقبتي. مفيش مانع. واحنا تحت امرك من الصبح بدري. على خيره الله. ما تنساش ميعادنا يا باز افندي. لا انسى ازاي، وده معقول؟ الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. طيب. حشيش؟ الحشيش احنا بتوع حشيش؟ احنا يا اخويا حشيش بس الله بنت استفدت. تطلع ايه دي يا باز افندي؟ ولا اعرفه. تكونش شوكولاته. صلاة النبي احسن. احسن. قرايبك الناس اللي جايين دول؟ انت مالك يا اخي؟ لا يعني بسال، فيهم ستات حلوين زي كده؟ وافرض ان فيهم حلوين، انت جاي تخطب ولا تخدم؟ محسوب. انت هلباوي قوي. يعني ؟
افندم. اهلا ابن حميدو، ازيك يا حسن؟ ايه بتوقفنا علشان ايه؟ عاوز تفتشنا ولا ايه؟ لا 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 يا ابن حميدو، ما كنتش اعرف انكم فيها. لا والله فتشني فتش يا سيدي. معلش حقك عليا، مش قصدي، ده انتوا ناس على راسنا. لا والله فتشني فتش. اتفضل يا مدام اطلعي. معلش يا ابن حميدو، الراجل ما كانش واخد باله ان احنا اللي راكبين. اهو ده اللي كان ناقص، تجيش تفتشنا احسن. بقولنا معلش بقى يا ابن حميدو. الله، شيء يجنن. لا لا لا، تعالى هنا جنبي، تعالى يا سيدي. انا مع السلامه يا ابن حميدو. اهو ده اللي كان ناقص، تجيش تفتشني. لا والله تعالى فتشني. غريبة يا ابن حميدو، انتوا ما بتتفتشوش؟ عيب يا مدام، ده احنا بقالنا 12 سنة رايحين جايين في السكة دي. احنا بنتبهدل تفتيش لما نيجي نعدي لوحدنا. الناس ما همات. حصلت البركة. عارف. اهو ده اللي كان ناقص، كنت تعالى فتشت احسن. ايه عند الشجر اللي هناك؟ اهم جم. الله، انتوا اتأخرتوا كده ليه؟ يا ستي كل نقطة يفتشونا ربع ساعة. ها؟ مساكين. ليه؟ انتوا ما تفتشتوش؟ بشر، بصي، شايفة دول؟ ابن حميدو، حسن. الله، فين حنف أمال؟ كان مشغول النهاردة وبعت الجماعة دول بدال. ودول اللي ما بيتفتشوش؟ أبداً، يعني هيخدمونا من كل ناحية. تبقى عال قوي. نزلوا الحاجات من العربية والخيمة الكبيرة علشان تنصبوها. ايه رايك في لاتانيا دي يا ابن حميدو؟ شجره موز يا ابني، دي كبيره قوي، دي طرف الخيط، خد بالك منها كويس، هتوصلنا لكل حاجه يا رب. ابن حميدو، ابن حميدو. اهو. اهلا وسهلا. لو كنت لقيتك بتستحمى مع البنات كان يبقى نهارك هباب. هو ده معقول؟ هو انا ليا بركه غير حميده؟ اقعدي. ايه اللي جابك يا عزيزه؟ بشم الهوا. ليه؟ مفيش هوا عندكم؟ اصل الهوا هنا رايق. يعني الهوا اللي رماكي؟ فشر، ده بعدك. يا ابن حميدو، حضروا النار عشان نشوي السمك. حالا. انبسط مع ست لاتانيا بتاعته دي. ايه؟ طب هو رايح وراها يعمل ايه؟ يراقبها، قصدي ياخد باله منها، حد يفطس يختص، احنا مش صنعتنا نراقبهم. يلا بينا. الله، امال فين عزيزه؟ زعلان عشان انت رحت ورا لاتانيا. اما مجنونه صحيح، وراحت فين؟ ورا لاتالتا. انت مشيتي ليه؟ حبيت اخليلك الجو مع الخواجايه بتاعتك دي.